الدكتور حسين المغربي استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة كوفنتري إنجلترا. أهلا بيكم. النهاردة يوم مهم جدا ويوم متفرد. الحقيقة عنواننا النهاردة هو التعامل وكيفية حل مشكلة ضيق القناة العصبي. اللي احنا طرحناه المرة اللي فاتت بشكل مهم جدا وتفصيلي جدا هو انه الذكاء الاصطناعي بدأ يخلق حالة مهمة جدا عشان يضمن ان المسار بتاع المسار بعيد كل البعد عن الأعصاب. ازاي ده بيتم؟ ده اللي هنفهمه النهاردة في حوار مثير للغاية عن ضيق القناة العصبية مع واحد من نجوم عالم جراحات المخ والأعصاب واسم قدير وبارز، ونسعد جدا بوجوده معنا في مصر، بنسعد بنقلاته الرائعة أو نقله الرائع للأحدث في عالم التكنولوجيا المتخصص في جراحات المخ والأعصاب. ضيف العزيز القيمة العلمية القديرة الأستاذ الدكتور حسين المغربي استشاري جراحات المخ والأعصاب بمستشفيات جامعة كوفنتري الإنجليزية. أهلا بك دكتور حسين. أهلا بك. منورنا مصر بوجودكم كلكم. ربنا يبارك فيك. النهاردة احنا عنواننا ضيق القناة العصبية، هنبدأ فروم السكراتش. دي القناة العصبية كيف نتعامل معه؟ طبعا مريضه احنا عارفين، الحلقة اللي فاتت قلنا أعراضه، بس هنعيد بعض الأعراض له. زي ما حضرتك كلمنا قبل كده الفقرات، عندنا الفقرات كل فقرة غضروف وفقرة، وفي القناة العصبية اللي فيها النخاع الشوكي، وعلى كل ليفل على كل مستوى بيطلع عصب من الشمال واليمين عشان يسبلاي الأعصاب بتاعت الرجلين. مع الوقت لما من نتيجة القعدة ونتيجة الوير اند تير اللي هو خشونة النخاع خشونة الفقرات القطنية، بيحصل ضيق في الفقرة نفسها، فبيحصل ضغط على العصب، وده بيسبب مشاكل. العيان بيجيله مشاكل ان هو وهو قاعد ما بيبقى عندوش مشكلة، وهو نايم ما عندوش مشكلة، أول ما يبدأ يتحرك العصب من نتيجة القناة ضيقة بيحصل تنميل ودمور العصب، فيبدأ يجي له مشاكل زي ما الصورة واضحة كده. ولما يحصل له دمور العصب يبدأ العين يحس إن ما في تنميل في رجليه وما يقدرش يتحرك ويحصل له مشاكل. وأنا تملي بحاول أسهلها للعيان لما بيسألني إيه المشكلة، بقول له زي طريق مصر اسكندرية الصحراوي، طول ما هو ثلاث أربع حارات كل شيء ماشي، لما مرة واحدة بيوصل يبقى حارة واحدة كل العربيات وكل الترافيك بتقف، فبالتالي ما فيش حاجة بتمشي. فهي نفس المشكلة اللي بتحصل وبسهلها للعيان. فبقول للعيان ان ممكن ندي علاج طبيعي، ندي مسكنات، بس لو الطريق ضيق عمر ما العلاج الطبيعي او حتى المسكنات هيحل المشكله، هيفضل الطريق ضيق. الحل البديل والحل المماثل بيبقى الحل الجراحي، ان انت توسع الطريق، تفتح الطريق، فمعناه ان انت تشيل العظم من ورا، وده توسيع الطريق. ولكن عشان المشكله بتحصل على اكتر من مستوى لازم تسبورت السباين، لازم تحط دعامات، عشان كده بنحط المسامير والشرايح عشان نتاكد ان احنا دعمنا العمود الفقري. والعمليه بنفسها عمليه كويسه جدا، والاعراض بتتحسن والناس بتتحسن مع الوقت، ولكن ليها مشكله برغم كل حاجه، برغم الاحتياطات اللي احنا بنحاول نعملها في طول الوقت، ان احنا نستخدم الاكس واي وطبعا خبره الدكتور وكل حاجه. الفكرة ان الاركيتكشر الشكل بتاع السباين بتاعنا مختلف من واحد للتاني، فبرغم ان احنا بنستخدم الاشعة ونقول احنا هنخش 30 درجة بنسبة ميل 20 درجة في كل فقرة والتانية، بنقعد نحسبها على جهاز الاشعة، في نسبة ايرور، في نسبة خطأ، والنسبة الخطأ بينتج عنه ان المسمار ممكن يجي جنب العصب يضغط على العصب او النخاع الشوكي ويسبب، ده مشكله كبيره جدا، ان يعني يسبب مشاكل ضعف العصب، فهي يوم العيان من العمليه عنده سقوط قدم او عنده ضعف رجليه او ضعف رجليه الاثنين، وده اللي مخلي سمعه العمليه دي العيان بيخاف منها، لان نسبه المسمار مش في مكانه المظبوط حوالي 20%. ف برغم ان العمليه فكرتها ممتازه جدا، ودينا شايفين هنا ده سيتي سكان بتاع عيان، شايفين المسامير
جوه القناة العصبية. فالمسمار لما يخش جوه القناة العصبية هيأثر على النخاع الشوكي، هيأثر على الأعصاب، فالعيان بيقوم بمضاعفات جامدة جدا. وبعد كده تحاول تعمل عملية تانية تشيل المسامير من مكانها وتعدلها وتحطها في مكان مظبوط، الموضوع انتهى، لأن العصب حصل له إصابة نتيجة المسار الخاطئ للمسمار. فبالرغم إن العملية كويسة جدا الا سمعتها وحشه، والعيان يجي يقول لك لا يا دكتور انا خالي عمي عمل العمليه دي وما قامش منها واتشل، انا هفضل بالمشكله دي، يا اما تديني علاج طبيعي يا اما كده، لكن انا مش هعمل العمليه. وبعد كده الحالات بتسوء وبتبقى مشاكلها كبيره، لان هم خايفين من مشاكل عمليه، وده طبعا الريسك ده موجود برغم شطاره الجراح وكل حاجه، الا ان ريسك موجود في العمليه نفسها. كان لازم يكون في حل طبعا. وعشان كده الحل الجديد دلوقتي واستخدام الذكاء الصناعي، لان الذكاء الصناعي دلوقتي موجود في كل حاجه، استخدمناه دلوقتي في الـ في في الـ في عمليات العمود الفقري، ان العيان بقى ما متشخصه وعملنا رنين وعرفنا عنده ضيق، هنحدد اني فقره هنثبتها، مثلا فقره رقم 3 للفقره رقم 5، بنعمل العيان حاجه اسمها سي تي سكان، لان السي تي سكان بيورينا شكل العظم، وبعد كده بيتحط على الكمبيوتر ويطلع لنا الرسم على الكمبيوتر بالبعد الثلاثي، وبعد كده بتقول للكمبيوتر انا عايز اثبت الفقرات مثلا من 1 ل 2 ل 3، يعني مثلا نقول للكمبيوتر ده الفقرات اللي هنثبتها، فبيوريك المسار، فبتشوف المسار وتتاكد ان المسار كويس، بتراجع على الكمبيوتر، لما بتتاكد ان الكمبيوتر عمله مظبوط وانت مبسوط بالمسار اللي هيمشي فيه المسمار، الخطوه اللي بعديها يعمل طبع ثلاثي ثلاثي الابعاد، يعني مجسم. طبع ثلاثي الابعاد يعني يعمل لك مجسم، طبع بتطبع الحاجه مجسمه كانها هي هياها، هي بتاعت العيان، هي بتاعت العيان، هي ايدنتيكال للعيان نفسه. يعني ده حضرتك شايف ده عيان عنده، شايف خشونه، شايف كل دي خشونه وضيق وكلام من ده، ده عيان عنده مشكله. العيان ده لو تاخد بال حضرتك عنده التواء في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في العمود الفقري، فلو احنا بصينا اهو تلاقي ان عنده انحناء في العمود الفقري لو بصيت، فده عيان حقيقي وده الطبع بتاعه. سكوليوزس، عنده سكوليوزس، عنده سكوليوزس، وده نفس عيان شوف خشونه، لان المفروض الطبيعي بتاعنا ناعم وسموس بالشكل ده، ده الطبيعي، ولكن ده عيان عنده خشونه في الفقرات، وتلاقي كل دي زوايد في العظم وعمله ضيق، فده الطبع بتاعه، وده بيحدد المسار. وبعد كده بتستخدم الواير، انت عارف المسار بتاعك، فبتحط الواير، والواير ده بيجايد للمسار جوه الفقره نفسها، وبعد كده بتشيل دي وتحط، وعلى المسار ده بتستخدم تجهيز المسار اللي هو ده بتستخدمه في، بتحطه على ده على المسار نفسه زي ما احنا شايفينه اهو، لان احنا كنا عاملين نستخدمه، فده بياخدك دايركتلي جوه المكان اللي هنحط فيه المسمار. وبعد ما بنحط الموضوع ده انت بتجهز تركيب المسامير، وتركب المسامير باستخدام الذكاء الصناعي، وبعد كده نحط، وبعد كده نوسع القناه، وبعد كده نحط الشرايح. طيب احنا هنضم لنا دلوقتي في تجربه عمليه، هنجرب هنعمل ترايل او بمعنى صح شكل كده ديناميكي للقصه، الاستاذ عبد الرحمن مندوب العمليات والتكنيكال سبورت لشركة سباين تك، ومشكورا اهلا بيك استاذ عبد الرحمن. يتفضل الاستاذ عبد الرحمن معانا عشان يساعدنا، لانه هو بيبقى موجود في غرفه العمليات، هو اللي بيساعد، هو اللي بيدينا المسامير المظبوطه، وده التراي اللي فيها جميع انواع المسامير، وليه عندنا جميع انواع مسامير، لان كل عيان مختلف محتاج مسمار 3 سم 4 سم 5 سم، فعشان كده لازم كل حاجه موجوده. تمام، نعمل التجربه كان احنا دلوقتي بالظبط، فده عيان طبعنا السباين بتاعه، فده شكل طباعه السباين، دي فقره رقم 5 ودي فقره رقم 4 ودي فقره رقم 3، وده منظر النخاع الشوكي والاعصاب وهي طالعه من المكان بتاعها. فالفكره احنا عايزين نحط المسامير تخش هنا من غير ما تخبط العصب هنا، ومن غير ما تخبط العصب اللي موجود في النص. أوكي. هي دي فكره العمليه. فده الطباعه بتاعت ال 3D، وده المسار اللي احنا بنطبعه يوم العمليه، ويبقى جاهز، ونفتح العيان، نفتح ضهر العيان، ونحط المسار ده على
على الفقرات بتاعته. فدي مثلا فقره بخمسه ودي اربعه ودي رقم ثلاثه، دي لو اجي احطها هنا اهو مش هتبقى، دي مش هتبقى، بشوف حضرتك عماله تتحرك لان مش موجوده في مكانها. فشوف هنا ركبت مظبوط، يعني مره تتحرك ثابته في مكانها. دي لو جيت اركبها هنا اهو ما تثبتش، لكن مكانها هنا اهو ودي مكانها هنا اهو، فكل واحده في المكان المظبوط. بعد ما احنا حطينا المكان المظبوط بنستخدم الواير ده، والواير ده بيحدد لنا المسار اللي هنحط عليه المسمار. وبعد كده بنشيل دي والمسار، بنشيل دي وادي الواير في المسار نفسه، واخد بالك؟ بعد كده بطلب من الاستاذ عبد الرحمن ان يديني المسمار اللي احنا محددينه، عارفين مقاساته وعارفين ايه اللي عايز، مسمار مثلا 35 سنتي، فبيسلمني المسمار مجهزه على الهولدر بتاعه. فبعد كده بتشيل ده وبنحط المسمار، بيخش في مكانه مظبوط، بيخش في مكانه المسبق محط. اللي احنا عملناه كل ده بتعملوا له تجربه قبل العمليه طبعا. ومتاكد انه في المكان المظبوط، ودي بقى ساعه ما نعملها في العمليه. فكده المسمار بندخله في المكان في الفقره دي، فكده المسمار ده موجود في الفقره رقم خمسه، واخد بالك؟ اللي احنا متاكدين مسبقا ان هذا المسار بتاع المسمار لا يمس عصب ولا حبل شوكي، صح كده؟ مظبوط. بعد كده بنشيل الموضوع، بنشيل وبعد كده انا بعمل، عايز اعمل في المسار الثاني. المسمار كده ركب كده، هنشوفه هيركب. هو ركب، بعد كده هشيله واحط المسار ثاني في الفقره مثلا دي فقره رقم ثلاثه، فاحط دي واتاكد انها مظبوطه مع الاكس راي، وبعد كده اطلب مسمار ثاني ودخل المسمار في الجايد في المسار اللي احنا عملناه، واخد بحرك؟ فحواريك بعد يعني بعد ما دخلنا المسمار هنبص بالفعل شكلها عامل ايه، وعلاقه المسمار بالاعصاب والقناه العصبيه. المسمار هنا مثلا لما نقول المسمار 35 هنا كام مثلا؟ ده هنا المسمار طوله 35 مللي وسبكه 3.5 سنتي، 4.5 سنتي. فهنبص هنا اهو، لو بصينا هنا اهو هنلاقي ان المسمار داخل في المكان المظبوط، مش شايفينه من اي ناحيه، وادي العصب الناحيه دي وادي العصب الناحيه دي، مفيش اي مسمار، ما اخترقش القناه. انت حضرتك شايف القناه العصبيه الناحيه دي، مش شايف المسمار من جوه، لان المسمار داخل في البديكل او في الحته دي في المكان المظبوط من غير ما يخترق اي حاجه ثانيه. بعد اذن حضرتك عايز حضرتك انت نفسك تحط المسمار واحد هنا واحد هنا. عندنا مسمار ثاني؟ هجرب هجرب الاول طبعا، هبقى متاكد انه هذه هو المسار بتاع المسمار بتاعي بالجايد لاين او بالواير جايد اللي سبق ان انا المسمار حامي. انا عارف ان المسمار واير حامي. فانا هدخله كده. طبعا هو اساسا اهو طبعا هو في جايد لاين، الجايد بالنسبه لنا اللي هو الازرق ده بيضمن لي انه هذا الواير يذهب في اتجاه مظبوط ومن غير ما ينحرف يمين او شمال. الجايد يعني ممكن نستخدمه؟ استخدمه حضرتك في رقم ثلاثة، لان هستخدمه في رقم ثلاثة لان احنا حطينا المسمار في الاثنين. ده رقم، ده بتاع رقم ثلاثة، صح كده؟ انا مدخله صح كده؟ صح كده؟ بص عليه، لا هو رقم أربعة، سوري رقم أربعة، ماشي أهو رقم أربعة. ده مظبوط، ده مظبوط كده كده مظبوط كده مظبوط مظبوط تماما. بعد كده احط السباين، هحط السباين هنا في القالب بتاعها، الاندكس بتاعك صبعك هيدوس كده اهو. انا كده صح كده مظبوط، هو ده التراجكت بتاعك اهو، وفعلا وصل لغايه الاخر تماما على الجايد بالنسبه لي. المسار هروح جاي طالع بده كده، طالع بده. انا برضو عندي خبرات جراحيه مش وحشه يعني. جميل وانا متاكد ان ده المسار بالنسبه لي صح. هحط بقى المسمار عليه
عليه المصباح عليه. بس الاول هنشيل الواير، هنشيل الواير اللي انت عملته ايدي الدريل، عملت الادريني، فهتحط الدريل اللي عملته ايدي المسار بتاعه، فالمسمار هياخد المسار اللي اتعمل. اها، يعني هياخد المسار كده بالظبط اهو، وابدا اعمل كده، فهياخد المسار اللي اتعمل اوريدي، هياخد اتجاهه اهو. هو فعلا يعني المسمار يعني الى حد كبير جدا المسار بتاعه سالك ومضمون، وزي ما يكون انا كل اللي عملته ان انا مجرد ان انا بساهم ان المسمار يدخل في مساره الطبيعي. ومتاكدين وبعد كده نفك بقى البتاع. ايوه بقى بالظبط كده، عشان نفك هذا الجزء الرابط للمسمار واطلع بيه بعد ما يكون اوريدي. بص على المسمار وشوف علاقته بالعصب والنخاع الشوكي. هو طبعا يعني احنا هنا هنا كل مسمار له اتجاه، يعني كل مسمار بزي عشان كده بنستخدم الذكاء الصناعي عشان يتاكد ان كله مظبوط. لازم اتاكد ان المسمار في مكانه المظبوط بدون لمس للحبل الشوكي ده كله، انا بجربه قبل العمليه وبمتاكد منه صح. بعد في العمليه تطبيقه، الخطوه اللي بعد كده عشان المشاهد يبقى عارف بعد ما عملنا المصاميم ايه الخطوه اللي بعد كده، ان احنا بنجيب الرد. اجيب بقى الرابط. في اطول من ده شويه، عشان بس المشاهد يبقى عارف العمليه بيحصل فيها ايه. بنجيب مثلا احنا هنركب بقى الرد، ركب، فده بيبقى اللي هو اللي بنسميه الدعامه او الـ دي المسامير ودي الشريحه، فبنحط الشريحه ما بين المسمارين وبعد كده بنربطهم. عشان كده لازم عبد الرحمن يكون معايا، فانت بتمسك عبد الرحمن، امسك. طبعا العيال مش بيتهز يعني، العيال طبعا احنا بنوري بس انه المساله بتبقى انا عارف يعني طبعا انا فيها شغل يعني الحاجات دي. على فكره يا جماعه الألمان هم يعني اعتقد من الناس اللي طوروا كتير قوي في النوعيه دي من الدعامات، ولا ايه؟ طبعا طبعا. فده الكاب او اللي احنا بنسميه التوليب، المسمار ليه راسه بنسميه زي زهره التوليب، وبنحط الكاب فوقيه. ونتاكد ان الدعامه موجوده بين المسمارين 100%. فدي اسمها فهنا اسمها دي المسامير وده الشريحه. الخطوه اللي بعد كده بعد ما بنعمل كده يبقى توسيع القناه العصبيه. وتوسيع القناه بتستخدم العضاده توسع، تشيل العظم في النص فتوسع القناه العصبيه، ودي تبقى العمليه كامله بالشكل ده. بس الفكره ان المسامير اتحطت باستخدام الذكاء الصناعي. انا سعيد جدا بهذا الشرح الرائع التفصيلي الممتع اللي استمتعنا فيه بشرحك لعمليه بشكل مباشر باستخدام الذكاء الاصطناعي. متشكرين لسباين تيك انها وفرت لنا هذا الجهد الرائع جدا جدا. انا سيبك بقى تتكلم عن سباين تيك. طبعا سباين تيك هي غنيه عن التعريف وبتسبورت الدكاتره، واهم كده هي بيسبورت الورك شوبس لتعليم الدكاتره. فاللي احنا النهارده بنعمله احنا بنحول الورك شوب اللي بنعمله في المستشفى عشان نعلم الاجيال الصغيره، بنوريه للمشاهد عشان المشاهد يشوف بنفسه ازاي العمليه دي بتتعمل، ويشوف فكره المسامير والشرايح ويشوف الجديد اللي فيها. فمن غير وجود سباين تيك معانا النهارده ما كناش نقدر نوصل المعلومه للناس. انا متشكر جدا لهذه، متشكر عبد الرحمن لمجهودك والادوات، وما شاء الله يعني جاب لنا كاننا في غرفه عمليات. نورتنا عبد الرحمن ضيفي العزيز، القيمه العلميه القديره والاسم اللامع الاستاذ الدكتور حسين المغربي استشاري جراحات المخ والاعصاب بمستشفى جامعه كوفنتري بانجلترا. نورت يا دكتور حسين واسعدتنا بهذا الاسلوب الانجليزي الامريكي، هو امريكي الحقيقه لان هم يعني زي كاننا في ذا دكتورز بالظبط. ده شرف لينا كلنا، ده شرف لينا، ده شرف لي انا. وما زلنا المره الجايه اكيد هنتظم الجميل والجديد في شرحك التفصيلي للايميتيشن المناسب لما يحدث في غرفه العمليه. الف شكر، وانا بنحاول نسهل المشاهد عشان يبقى فاهم الموضوع عامل ازاي، لان المعلومه
لو لما بيدي عارف ايه المشكله بيساعد كتير جدا الدكاتره. يعني شيء لاول مره النهارده نشرح بالتفصيل يعني ايه تركيب دهامات، يعني ايه مسمار يتفادى اصابه اي جزء في سواء الاعصاب او اي جزء في النسيج العصبي. مهم جدا احنا نبقى نفهم الكلام ده بالتفصيل، واكيد اي مريض بيذاكر الكلام دوت، لانه عمليات ضيق القناه العصبيه عمليات المريض بيتخذ القرار فيها في وقت، فبيقعد يذاكر قبل ما يروح يعمل العمليه دي، بيبقى عارف كل التفاصيل اللي احنا قلناها دي بالتفصيل. خليكوا دايما مع الناس الحلوه.